تقرير بيوضح المعنى اللي عايز يوصل الحقيقه تقرير كويس كتبه طبعا المخضرم استاذ عبد المنعم الأسطى واعداد الشاب الواعد الصاعد حسام حسام مسعود حسام مسعود ابن الاعلامي الكبير علي مسعود وعلى كل حال ابن الوز عوام بنبارك له لان ده اول عمل اعلامي له فاعتقد إنه لمسته حلو ها لمسته حلوه لا كويس لازم نقول يعني شجع اولادنا اللي هم يعني بدين خطواتهم الاولى الحقيقه الاهلي هو ده دور الاهلي بقى لما آه. قناه الاهلي تقدم مثل هذه الوجوه الجديده الشابه المراسل آه شفنا امير هشام امير هشام وأشدنا به والحقيقه مشروع كويس جدا وكذا حد بي بي يعني والنهارده حسام مسعود هذا هو دوره ان يبقى مدرسه تخرج جيل جديد من الأهلوية اللي يقدروا آه يبتع و و و و و آه محمد فاروق صحيح آه سعد محمد آه سعد ما شاء الله آه ماشي بخطى كويسه وبيتالق آه. يعني هو ده هو ده اللي انا آه اتمناه ان كل وسائل الاهلي تفرز اعلام اهلاوي آه جديد